والله احنا يعتبر تصنيف المصنع عندنا نسيج جوارب وكولون. يعني احنا بنستخدم الخيوط، بنشتري الخيوط ونصنع منها الشراب كمنتج نهائي، والمنتج بتاعنا صناعة مصرية 100%. مراحل الشراب ده المهندس الاول للتصميمات بيرسم الرسمة ايا كان الامر ايه، ايا كان الرسمة المطلوبة بالظبط، بيبدأ يشتغل عليها على الكمبيوتر، وبعد كده بيشتغل يطلعها لنا على فلاشة بكود معين، نبدأ ننزلها على المكن، وبعد كده بيحدد لي المجموعات بتاعت تلوين الشراب أيا كان الموديل. خارج مصر كنا بنصنع وبنصدر من الصين. بعد موضوع المبادرة بتاعت الريس وتحرير سعر الصرف الموجود، بقى الصناعة في مصر بصراحة حاجة مبشرة، وابتدينا إن شاء الله نركز فيها، وجينا بدأنا النشاط هنا من حوالي 2014. بعد موضوع المبادرة اللي هي 5% اللي الرئيس أو البنك المركزي ابتدى يطرحها على المستثمرين والمصنعين، فوجئنا أن جهاز تنوية المشروعات أو الصندوق الاجتماعي سابقا كان جه المنطقة الصناعية وعرض على كل المصانع الموجودة هنا التمويل وأنهم يشتغلوا. وبما أننا كنا شغالين بالفعل، هم بصراحة اجتهدوا معنا وعملوا لنا الدراسة الكافية وخدوا دراسة الجودة وساعدونا أن احنا نزود إنتاجيتنا وبيعرضوا علينا، بيقولوا يعني حتى بعد ما نخلص الجزء اللي موجود إن شاء الله ممكن نزود الدعم معاهم إن شاء الله. لما حصل توسعات في المصنع زودنا عماله وعماله مدربه، وجبنا ناس جداد برضه دربناهم، وده ساعدهم ان مرتبهم يبقى احسن ومعاشاتهم تبقى افضل. ودي المشروعات بتعمل معانا كده، يعني كل واحد ما يتوسع في مشروعه ناس هتشتغل كتير، وناس هتدي شغل كتير، هتدي فرص للشباب بدل ما هم مش لاقيين شغل يشتغلوا. والدنيا بتفرق طبعا في ان بنزود عدد المكن الموجود فبتزيد عدد العماله، بنقدر ان احنا نصنع المنتج بتاعنا سواء محليا او ان احنا نخرجه بره مصر. حتى هم كمان عندهم جزء تسويق، وهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يساعدوا المستثمرين اللي موجودين في المنطقه الصناعيه هنا. والله احنا زودنا عدد المكن بتاعنا، احنا بدأنا الاول ما بدأنا خالص بدأنا بتمام مكنات نسيج، والحمد لله وصلنا ل 30 مكنة بالمبادرة وغير المبادرة بشغلنا الحمد لله، مركزين في الكواليتي الكويس اللي موجود، وبإذن الله احنا برضو منتظرين ان شاء الله يقدموا لنا اكتر، لان احنا يعني بإذن الله بدل المصنع يبقوا 2، ونحاول نطور من منتجنا ونحاول نبيع المنتج بتاعنا محليا وخارج مصر ان شاء الله.